تتميز الصفحة الرئيسية لتطبيق تيك توك بمحتوى متنوع ومسل. تحدد الخوارزميات مقاطع الفيديو التي تظهر على صفحتك، والتي تشمل مقاطع سريعة الانتشار ومقاطع خاصة بصناع محتوى غير معروفين، والخيارات متنوعة جدا. يتلقى تيك توك مئات الإشارات كل ساعة، ولهذا يركز التطبيق على المحتوى الذي يجذب انتباه المرء ويبقيه متفاعلاً. والشيء السحري في ذلك أنه يمكن لكل مستخدمي تيك توك تأكيد أن ما لدى الآخرين يختلف عما لديهم. ما يميز المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو أن جودة الإنتاج لا يجب أن تكون مثالية. كل من ينتج محتوى قصيرا عن الموضوعات الآنية مع استخدام موسيقى مناسبة قد يصبح ناجحا ويحقق شهرة في وقت قصير. الخوارزميات هي التي تحدد تجربة البث النهائية. في الولايات المتحدة يستغرق المستخدمون نحو 15 دقيقة يوميا لاتخاذ قرار حول ما يريدون مشاهدته. في تطبيق تيك توك لا يحتاج المستخدم إلى قرار، لأن خوارزميات القناة تم ضبطها لمعرفة نوع المحتوى الذي يعجب المستخدم، وبذلك فهي توفر واجهة استخدام مريحة وسهلة للمستخدم بشكل غير مسبوق. الهدف هو إبقاؤنا منشغلين على المنصة لأطول فترة ممكنة، وهذا ما أتقنته تيك توك. ففي المتوسط يقضي المستخدمون مدة أطول على تيك توك، وتقدر بساعة ونصف ساعة مقارنة مع المنصات الأخرى. إنهم يراقبون مجموعة صغيرة لمعرفة ما إذا كانت تستمتع بفيديو معين أم لا. إذا كان الرد إيجابياً يعرضون الفيديو على مجموعة أكبر، أما إذا لم يحقق الفيديو نجاحاً فيحددون من يمكنه مشاهدته، وهكذا تضمن الخوارزميات الانتشار السريع لبعض الفيديوهات. نتيجة لذلك توفر منصة تيك توك إمكانية أكبر للإدمان من غيرها من المنصات. كل فيديو مثير للاهتمام يؤدي إلى إفراز الدوبامين في الدماغ، وهذا يجعلنا سعداء ونرغب في تكرار التجربة. إذن هل الذكاء الاصطناعي فقط هو من يقف وراء هذه الأداة الضخمة؟ من الصعب القول بوجود تلاعب، لأننا نواجه صندوقاً أسود من الخوارزميات والبيانات. لا توجد منصة بهذا القدر من الغموض، ولا توجد منصة بهذا العدد الكبير من المستخدمين الشباب، وهذا ما يجعلها أكثر جاذبية للكثيرين. في استطلاع للرأي سئل أشخاص تحت سن 30 عاماً عما إذا كانوا يفضلون تيك توك أو منصات أخرى كنتفليكس، وقد اختار معظمهم تطبيق تيك توك. من جهة توجد منصة تيك توك، أما في الطرف الآخر فتوجد كل وسائل الإعلام الأخرى، أما الشباب فيفضلون تيك توك. منصات أخرى فشلت في تقليد تيك توك.